موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباحثات ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تقديم مساعدات تكفي لإعاشة المدنيين في غزة من المجتمع الدولي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا والسيد ألكساندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس وضيفيه للتباحث بشأن الأوضاع في الإقليم، حيث حرص الضيفان على الاستماع إلى رؤية مصر للأوضاع الجارية. وقد استعرض السيد الرئيس موقف مصر من التطورات في المنطقة، خاصة التصعيد في غزة، وأبرز سيادته الجهود المصرية المشتركة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع. وأكد السيد الرئيس على أهمية التحرك الدولي العاجل للعمل على الاستفادة من الهدنة الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية المطلوبة إلى أهالي القطاع، والعمل على إطلاق مسار سياسي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وقد ثمن الضيفان الرؤية المصرية وأكد حرصهما على استمرار التشاور مع مصر باعتبارهما دولتي الرئاسة الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي. هذا وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، المحور الموازي لمحوري المريوطية وكمال عامر. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وفي إطار حرص السيد الرئيس على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، قام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولاً للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مروراً بأعلى شارع العروبة وترس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودي حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. ولادك دول؟ ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ شغال سواق. سواق إيه؟ شغال على عربية. عربية ايه؟ عربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ ايه؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ 100 جنيه مرة 120 كده. بتاعتك العربية اللي شغال عليها؟ لا شغال عليها سواق عليها. ازيك يا ست؟ ازاي صحتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. منور البلد. انت اللي منور. ساكنين فين؟ البساتين. البساتين. بتدفع ايجار قد ايه؟ والله بدفع 1500. ليه؟ هو ده صار. والله العظيم انا كنت مصدقك، ما تحلفش. مصدقك الحمد لله على كل شيء. طبعا طبعا. مش عايز حاجه؟ الله مش عايز حاجه يا سيدي. صحيح. الله يبارك لك.
خلي بالك عشان والله رايح اكشف عليهم واعمل ايه. ربنا يخليهم ربنا يخليهم. مش عايز حاجه؟ الله يبارك لك. طيب سلام عليكم. انطلقت اليوم فعالية صوت غزة من سيناء بمشاركة الحملة الرسمية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة. وتأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سرين الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف. وشارك في الفعالية عدد من الكيانات من بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم. وعرب النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي فضل الشهادة تحت أنقاض التراب بدلا من التهجير. وقال خلال احتفالية دعم غزة من سيناء إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرحها، سواء القضاء على العشوائيات أو ما تم من تطوير في البنية التحتية. وأضاف النائب أحمد عبد الجواد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن تصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل ولن يكون على حساب مصر أبدا، موضحا أن ما نفذته مصر من إنجازات في سيناء تؤكد أننا أمام قيادة سياسية مسؤولة تدير الدولة المصرية بحكمة ولديها بعد في الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري. زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء. جاء ذلك خلال زيارة الحملة لمدينة العريش لمرافقة المساعدات الإغاثية التي تم إطلاقها أمس متوجهة إلى قطاع غزة. واطمأن وفد الحملة على حالتهم الصحية، مؤكدين حرص المرشح الرئاسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل في الأشقاء الفلسطينيين وصولا للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. يشتغلوا بكل ضمير وبكل مهنية، لكن إحساسنا حاجة يكون، وده ما نقول للدكاترة بتوعنا إن هم أكثر تماما نظرة، كلنا زعلانين منها يعني وكلنا حزنانين منها. الحمد لله المشاكل يعني حتة الدعم مش من بس أنا بقول لكم بجد دلوقتي حلوة قوي اوعى تبطل ايه. الف سلامة يا رمز وان شاء الله. والله الحمد لله مشكورين يعني الحمد لله، ويومين قضية في العناية ممنوع تفوت العناية، لكن رغم ذلك كانوا متعطئين معانا جدا، حنين علينا كثير، حنين على بيت شوفوا بلادنا، وطمن عليهم، يقول لك يعني الأمانة معاملة غير شكل. طب وانتم مستغربين بمصر بنات؟ لا والله مستغربين، احنا من حسن المعاملة بنرضى بالسؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي يعني بتنتقل لشمال سيناء، يعني عندنا كم فعالية محتاجين ان احنا نعملهم. بدأنا هذه الفعاليات بزيارة المستشفى العام، والحقيقة ان احنا لازم نقول ايه اللي احنا شفناه. طبعا احنا كنا بنتفقد الاخوة الفلسطينيين اللي دخلوا مصر لتلقي الرعاية الطبية بناء على المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص. والحقيقة ان احنا لما وصلنا هنا شفنا، يعني انا شفت مستوى ممتاز جدا من التجهيز الطبي،
تفقدنا بعض الحالات ومن أعمار مختلفة، وإناث ورجال وصغار سن، وشفنا الحقيقة الوضع الصعب والوضع الصحي الصعب اللي هم كانوا جايين بيه، لكن أيضا لمسنا التحسن الكبير اللي هم يعني حصلوا عليه هنا. الحقيقة أنا وقفت عند كلمة تكررت قدامي أكتر من مرة لما كنا بنسأل الناس، فقالوا إن هم بيتلقوا دعم معنوي من الأطباء والكادر الطبي هنا لا يقل أهمية عن الدعم الطبي المادي المتمثل في الأدوات والأدوية والرعاية الطبية. حقيقة الدعم المعنوي يعني كان مهم جدا. كل الحالات اللي احنا شفناها أشادت بتعامل الطاقم الطبي، وأنا الحقيقة مش مستغرب الكلام ده، احنا كحملة مش مستغربين الكلام ده، لأن احنا عندنا القيادة السياسية بتاعتنا كانت أول من يوصي بالفلسطينيين خيرا، وإحنا لما الكلمة دي بتطلع من أكبر رأس في البلد وبتطلع من أعلى مستوى في البلد بيبقى الكل بيبقى عنده استعداد إن هو يتفاعل معها، والحقيقة إن ده شعورنا الطبيعي وشعورنا الإنساني تجاه إخواننا الفلسطينيين. الحقيقة لازم أتقدم بالشكر الجزيل للطاقم الطبي اللي موجود، وأنا مش هقدر أشكر الرئيس يعني بطبيعة الحال لأن هو رئيس كل المصريين وهو الرائد وهو المستبق في هذه القضية، لأن هو منذ اللحظات الأولى قال إن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، وإن ما تخافوش على الفلسطينيين، الفلسطينيين دول مشكلتنا إحنا، لكن الحقيقة اللي بيتعرض ليه إخواننا في فلسطين يعني أمر محزن جدا جدا جدا، وإحنا يعني ورئيسنا والقيادة السياسية يعني بتحاول بقدر الإمكان إنها تخفف ما تستطيع. يعني مصر يعني بتعمل كل اللي تقدر عليه يعني تجاه القضية الفلسطينية. لازم يعني أنا دخلت حضانة أطفال ولازم أقول الكلمتين دول، أنا فوجئت بحجم التجهيزات الطبية اللي موجودة، حضانات كتير، حضانات مجهزة، وأنا عارف إن الحضانات سعرها وتكلفتها عالية. ده معناه حاجة واحدة بس، معناه إن إحنا ومرشحنا لم يهتم بمنطقة جغرافية بعينها، إنما اهتم بكل المناطق الجغرافية، ولم يهتم بفئة بعينها، ولم يهتم بقطاع بعينه. يعني الصحة كان فيها اهتمام، التعليم كان فيه اهتمام، الطرق كان فيها اهتمام، وسيناء كان فيها اهتمام. حقيقة الذي بذلته الدولة في مجال تنمية سيناء أكبر من أنه هو يوصف، والحقيقة أن ده يعني بيسموه يعني الحماية بالتنمية أو الأمن بالتنمية. طبعا بنتمنى لإخواننا في الفلسطينيين اللي موجودين الشفاء العاجل وتتحسن حالتهم بسرعة ويرجعوا بلدهم بسلام إن شاء الله. وطبعا يعني كتير منهم حقيقة يعني كانوا سعداء ومبسوطين، وكلهم وجهوا الشكر والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة. يعني أب لطفلة صغيرة جدا قال أنا بشكر الرئيس السيسي إن هو وقف أي إجراءات لحد ما يتم عبور يعني الجرحى والمرضى الفلسطينيين. يعني مصر استخدمت ما تستطيع وتستخدم كل الطاقات والإمكانيات اللي في حوزتها علشان تحقق أكبر فائدة وأكبر مصلحة لإخواننا في فلسطين. بشكر الطاقم الطبي طبعا، المستشفى مجهز على أعلى مستوى، الأدوات الطبية والطاقم الطبي ودود، احنا شفنا ده في أعين الناس، شفنا ده في أعين الناس. الحالات الطبية يعني محزنة جدا، الوضع اللي كانت جاية بيه، أنا لما سمعت التاريخ الطبي لناس كتيرة يعني حزنت جدا، لكن لما شفت أين وصلت الحالة الطبية الآن حقيقة استبشرت الخير يعني، وربنا يعني يبارك في مصر ويبارك في المصريين ويبارك في رئيس مصر. استقبلت وزارة الداخلية وفدا من مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العربية لزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، حيث شاهدوا إمكاناته ودوره في إبراز الجهود الأمنية لوزارة الداخلية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. على هامش الزيارة السنوية لوفد من مدير إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، قام الوفد بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية
زيارة تأتي من منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم رسالة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي، بخاصة الرسالة الإعلامية الأمنية. احنا بصدد الزيارة السنوية اللي بتتم للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، واللي هي من ضمن البرنامج العام السنوي للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبيتم خلالها زيارة قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لإطلاع الدول العربية على التجربة المصرية الرائدة في مجال الإعلام الأمن. تعرف الوفد على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع لأداء دوره في تغطية كافة فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وبث الرسائل والتقارير الإعلامية التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بشكل احترافي، سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، عبر وسائل الإعلام المختلفة. اطلعنا عليه وروّلنا إياه الإخوان اليوم في إدارة الإعلام الأمني، يعني يعكس مدى التطور في مجال الإعلام في إدارة الإعلام الأمني بجمهورية مصر العربية، وهاي شيء يعني مشرف، وإحنا إن شاء الله بنستفيد من هذه الزيارة والإضافة للوفود والمشاركة في ذي الاجتماع. كانت لنا فرصة للإطلاع على مختلف المجهودات المبذولة من أجل تطوير العلاقات العامة، وكذلك المجال الإعلام الأمني من خلال معظم المرافق الأمنية أو الإعلامية التي تضمها وزارة الداخلية لجمهورية مصر الشقيقة. وقد أشاد أعضاء الوفد بالتطور الكبير والإمكانات التقنية والبشرية التي يمتلكها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والذي يسهم في نشر الوعي والرد على الشائعات ويعزز من القيم الوطنية والعربية، ما يعد نقلة نوعية في منظومة الإعلام الأمني الذي يحقق التواصل مع كافة وسائل الإعلام ومع المواطنين، مؤكدين على رغبتهم في تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من قدرات وخبرات الجانب المصري في مجال الإعلام الأمني. ظهرنا كثير في التقدم الحاصل بجمهورية مصر في الجانب الإعلام الأمني، وتقدم المادة وأيضا الأدوات الإعلامية هنا في المركز الإعلامي. إن شاء الله هنالك بعض الأمور التي ستفيد الجانب الإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الزيارات بين الدول. حقيقة ما شاهدناه اليوم تجربة ثرية، بداية بالرصد الإعلامي وانتهاء بالإنتاج وتوظيف التقنية الحديثة، خاصة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي في توصيل الرسالة الأمنية الإعلامية. نشكركم على زيارتكم لقطاع الإعلام للشرطة المصرية ولجميع القطاعات والمصالح اللي عدينا عليها وشفناها بكل يعني احترافية، أداء احترافي، أداء مميز، وتنسيق رائع ما بين الأجهزة في الإدارة العامة للإعلام. زيارة مهمة للتعريف بالقدرات الإعلامية التي تمتلكها وزارة الداخلية، والتي تسعى من خلالها إلى إبراز الجهود الأمنية وبث الرسائل التوعوية لخدمة المجتمع وتنمية الوعي ونقل الصورة الصحيحة والموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة.